كنا مستعدين، حفرنا بير وخزننا ماي. احنا دائما كنا نخزن ماي يعني، لانه باي لحظه ينطفي ينقطع الماي وينطفي الكهرباء. هذا صارت ضمن حياه العراقيين يعني، انه كهرباء ينقطع، ماي ينقطع، يعني تعودنا. حتى فتره الحصار هم كان ينقطع الكهرباء، فجنا يعني قعدتنا بالسطح عادي، ضرب يصير ونشوف، وكنا نركض مثلا بفلان مكان ضربه، ونروح نركض نشوف الدخان منين طلع، منين هذا المكان. هواية حياة ناس راحت بالخطأ يعني، هواية بيوت انقصفت بالخطأ مثلا.